مرحبا بكم في قناة مطبختي نمسان. اليوم من مطبخي جبت لكم وصفة تقليدية عريقة تنس نمسان، اللي هي طوماطيش ومعدنوس، وتجي بنينة بنينة بزاف بزاف باللحم تاع الغلمي. وهاد الأكلة هي صيفية كي يكون وقت الطوماطيش والبصل. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. وباش نحضروا مرقة بالبصل وطوماطيش، نحتاجوا فيها إلى ملعقة كبيرة تاع السمن. هاد السمن انا خدمته في الدار بالشحم تاع الغلمي تاع العيد، كيشطلي يعني عملته هكذا سمن نخدم به كامل مشتى، منشيش السمن وهكذا يكون صحي. ها هو ده، شوفوا السمن هذا خدمتها في الدار، راني عملت لكم الوصفه في القناة. شوفوا طري، ها هو تفضوا بالملعقه بنين، يجي غايه الغايه في الاكل ديالنا، واللي ما عندوش يعوضوا بالسمن تاع المحلات. نعمل ملعقه كبيره، يزيد لها زوج معالق كبيره تاع الزيت، هذه الاولى ودي الثانيه. ما كترش بزاف الزيت على خاطر هاد الطبق ديالنا تاع نهار اليوم نطيبوه باللحم تاع الغلمي. اللحم تاع الغلمي فيه شويه تاع الشحم، تعدو تعملوه بالدجاج بصح الاصل ديالو يجي بنه بنينه، خاصكم اللحم تاع الغلمي. هادي قطعه تاع اللحم تاع الغلمي، وزيد حبه تاع البصل هيدا قصتها الى جوانح. جهه واحده اخرى راني عملت الماء ديالي يغلي لي باش نقدر على لاكوكوط ديالي، نبقى نحرك فيها باش اللحم ما يصحليش في القاع. نبداو نضيفو التوابل، ملعقة صغيرة الملح، هنا الملح حسب الذوق على حسب الكمية، نصف ملعقة صغيرة الفلفل الأسود، نصف ملعقة صغيرة الكركم، نصف ملعقة صغيرة السكنجبير، ملعقة صغيرة الفلفل الأحمر حلو، قليل من الزعفران ولا الملون الغذائي، وعود القرفة ميكونوش للناح. هما كامل التوابل اللي نطيبو بهم المرأة تاعنا في نهار اليوم. نبقاو نحركو، نديرو مليح هداك اللحم ديالنا. هاد الأكلة تقليدية بزاف، قديمة بزاف، كانو جداتنا يعملوها بزاف بزاف. هما ولادنا ميحبوش بزاف البصل، يحبو غير البيتزا و لي فخيت، راكم شايفين شنو يحبو، بصح نحاولو نحافظو على التقاليد ديالنا، سيرتو كي يكون عندنا اللحم تجي بنينة. شوفو هاد الطبق فيه بزاف البصل، بصح هاديك نسميوها طوماطيش و معدنوس، منسميوهاش مرقة بالبصل. مرقة بالبصل لا فيها لا طوماطيش لا معدنوس، كاشفها إن شاء الله. كنت نعملكم مرقة بالبصل ما يكون فيها لا طوماطيش لا معدنوس، والمرة أخرى إن شاء الله بإذن الله كنت نعملكم تين بصل. تين بصل هو طبق مرقة بالبصل بس حطيت بالخليط الفول يابس. هادو الأطباق التقليدية تاع ناس خمسان. نبقى نقلب في اللحم ديالي، نقلب فيه كما راكم تشوفوا جوج توايع باش يشرب المليح هذاك الخراج. نبدأ نفوت نقدروه بالماء السخون مباشرة، نفوت باش نحط بالماء السخون ونكبوه في الجنب، ونكبوه في الجنب ما يكبوش فوق اللحم. انا جاني الماء ناقص، زيدوا كميه واحده اخرى تاع الماء على حسب ما يطيب لنا اللحم. غطيوا على اللحم ديالكم هكذا، ودروا نزيدوا كميه من الحمص منفخ. هذا الحمص نفختو ليله كامله بس ينتفخ ماشي طايب، وانا كنت عندها تو في الكونجيلاتور نعملو يطيب مع اللحم. نجيب الغطاء تاع لاكوكوط نعملها الصفاره، ونعمل اللحم ديالي يطيب لي نص طياب. كي يكون اللحم ديالنا يطيب دا نمشي نوجدو البصل. هاد الأكلة ولا هاد الطبق يحتاج كمية كبيرة تاع البصل، أنا عندي كيلو ورطة تاع البصل، راني نقيتو راني نخصو في الماء. شوفو البنات كيفاش نقصو، هيا قصت الحبة على ربعة، ونفوتو هكدا نقصوها بشكل طولي، وحاولوا تقصو الشرائح ديالكم رقيقة البنات، متعملوش خشين بزاف. هكدا قصو بشكل طولي، ونعاود نزيد نخصو نخصو ونعاودو مليح البصل، نعاود نصفيه ونعاود نشوفو إن شاء الله من بعد يكمل تقطعت البصل. فتحت على لاكوكوط ديالي، اللحم ديالي راه عاد باقي خصو طياب، كما قلت لكم نص طياب. نبداو نفدو نحيه من الكوكوط، ونشد ما انقصت. المرأة ديالنا شوفوا شحال نقصت، بصح ما نزيدهاش الماء باش تجينا المرأة ديالنا بنينه وحلوه كالعسل. علاش؟ على خاطر ديجا دوك البصل دوك يطلع لنا معاه. دروا نفرغوا هذيك البصل اللي عندي اللي نقيتها، ها هو ديالي صفيتها. اللي بلي راه بزياده، شوفوا راه ما وصلش كامل للمراه، بصح بوحدو دوك يطيب دوك يهبط دوك يدوب البصل. ونعمل هذيك القرده تاع اللحم تكمل طيابها من الفوق، نعاود نبلي على لاكوكوط ديالي. ملي البصل ديالنا يكون يصفر كيكون يطيب، دروا نمشي وجدو طوماطيش. انا بديت العمليه رفدت ثلاثه حبات تاع طوماطيش كبار، راني نقيتهم، شوفو راني نحيتهم من قشرة البنات، وراني قصهم إلى قطع صغيرة. هاو دا شوفو راني نحيت القشرة ديالها، مادا بيكم البنات طوماطيش نحيولها القشرة، نخلع في هادوك النسا اللي يطيبوها بها بقشرتها، متجيناش حاجة مليحة كي ناكلو يطيحنا ديك القشرة في فمنا، بعدا أنا متعجبنيش. وهنا عصروها حتى نص ريعة ديالها،
اكثر الزريعه والقشره تضر ليستوما ديالنا. شوفوا عصروها شويه، نقصوا هذيك الزريعه وداك الماء ديالها وقصوها. هي هذه الخدمه شويه تقبض المريض بصح معليش، حاجه صحيه اكثر هكذا العائله ديالنا ما تنضرش ليستوما، سورتو الناس اللي عندهم ليستوما يحاولوا عليها. القشره تاع الطوماطيش انا من زمان ما تقولي، والزريعه تضر لنا المعده، نقصوها الى قطع صغيره هكذا. وحتى الماكله ديالنا تجي شابه كي ما تكونش فيها ديك القشره تاع الطوماطيش، انا ينغابيها ونحي لها القشره، ولكن قصها هكذا قطع صغيره نحي لها القشره ونحي لها الزريعه بنفس الطريقه، نحي الزريعه ونحي القشره. شوفوا راني نعصرها، راني نحي لها داك الماء، نحاول قدر الامكان نعصرها نحي لها داك الماء ديالها وديك الزريعه. شوفوا نحي لها داك الراس، راني نعصرها مليح بيديا ونقصها الى قطع صغيره. نعاود نفوتو نقصو شويه المعدنوس باش كيطيب لنا داك البصل، نعاود نرميو عليه هذه الطوماطيش والمعدنوس. هذا البنات راني حليت على لاكوكوط ديالي، شوفوا البنات كيفاش هذاك البصل داب ونزلت الكميه ديالو، وكم تشوفوا المراه كنت ما زدت لها والو حتى الماء، غير داك البصل شوفوا راه طلعنا الماء ديالو. شوفوا شحال ولات لنا لاصوص دروا، البصل ديالي مازال باقي خصو حشويه طياب، ماشي راه دايب بخبال. انا ماشي نرفد اللحم، اختر اللحم ديالي صاير حطابلي. هنا في هذه المرحله عينيكم هي ميزانكم، الا اللحم ديالكم مطري رفدوه في هذه المرحله، ولا اللحم ديالكم يحمل شويه طياب والقرده تكون خشينه وكل شيء زيد خليوه يطيب. دروا انا نرفد اللحم ديالي اختر صاير طابلي، وفي هذه المرحله نزيدوا هذيك الطوماطيش اللي وجدناها، نزيدوا كميه من المعدنوس. مادا بيكم تكثروا شويه المعدنوس، خاطر يسميوها طوماطيش ومعدنوس، والمعدنوس ديالكم خاصكم يكون طري ما يكونش تاع كونجيلاتور باش تجيكم الاكله ديالكم بنينه. الا عندكم تاع كونجيلاتور هي ما تعملوش طوماطيش ومعدنوس. نعمل كميه مليحه ونخلي شويه باش نزين. صايي نعاود نبلع على لاكوكوط ديالي 10 دقائق. راني البنات حليت على لاكوكوط ديالي وخلطت هذيك الطوماطيش مع النص مع البصل باش يجينا كلشي مخلط. راني نشوف راه بايح شويه فيها المراه، نعملها تنجمر لي، راني ماشي نرجع داك اللحم منه يسخن لي منه يشرب لي ديك المريئه البنينه. الله الله نعاود نرجعو. علاش نحيت اللحم؟ باش ما يطيحليش عليها عملتو نحيتو، نخليه يشرب لي ضرب مليح ديك المراه، نخلي المريئه ديالي تنجمر لي ونشوفها ان شاء الله واجده في طبق التقديم. كانت هذه هي الوصفه اللي اختاريتها لكم تاع نهار اليوم، وصفه طوماطيش ومعدنوس تجي حلوه كالعسل. كانت ميمتي الله يذكرها بالخير ويحفظ لكم كام امهاتكم تقول لي كان نسى يطيبوا بصح ماشي كان نسى يمصروا، معناتها ماشي كان نسى طيابهم يكون بنين ومجمر. الله الله تشوف نفس الوصفه ونفس الطبق طيبه لك هاد المره وهاد المره كي تاكل في جهتين ما تصيبهمش كيف كيف، كل وحده عندها اللمسه ديالها وما كاش كما المره اللي تمصر وطيابها يكون بنين. رحنا في وقت البصل والطوماطيش البنات، رحنا في الصيف راهم رخاص، خاصه كي طيبوها باللحم تاع الغمي تجي روعه. تقدروا تعوضوها بلحم الدجاج، بصح البنات ملاحظه كي طيبوها بالدجاج عملوا البصل في الاول يطيب مع الدجاج، خاطر لحم الدجاج بسرعه يطيب. هذه هي وصفتنا تاع نهار اليوم، ما تنسونيش البنات دعواتكم بالخير اللي عندي تسوى الدنيا وما فيها، ونشوفكم في وصفه اخرى باذن الله.